عز وجل أين الذين أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا عن الناس. بعد النفخة الثانية كده مباشرة ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل الفضل قفوا. يعني كده بالبلدي إيه اللي له جميل عند ربنا يقف، فلا يقف إلا العافون عن الناس. عندئذ وهم قلة يقال لهم هلموا إلى الجنة، يعني يلا روحوا خش الجنة. بينما وهم في طريقهم إلى الجنة تتلقاهم الملائكة اللي هم إيه خزنة الجنة، يروحوا موقفينه رايحين فين؟ عايزين يخشوا الجنة، جنة اللي عايزين تخشوها، ده لسه في حساب وفي ميزان وفي صراط. لا احنا بقى هنخش قبل الحساب والميزان من انتم؟ ايه العمل اللي دخلكم الجنة قبل الحساب والميزان؟ فيقولون نحن اهل الفضل. وما كان فضلكم؟ ايه هو الفضل ده اللي دخلكم الجنة قبل الحساب والميزان والصراط؟ فيقولون نحن كنا نعفو ونسامح من اجل الله. اجدير بالذكر ان نجلة المصالحات بالكوبانية قامت بمجهود كبير من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وإتمام عملية الصلح بنجاح بمتابعة من القيادات الأمنية والشعبية بأسوان. مديرية أمن أسوان لجنة المصالحات بمركز ومدينة أسوان تنجح في إجراء المصالحة بين شباب الجزيرة وشباب الكروم من جهة وشباب محافظة أسيوط من جهة أخرى، وذلك بحضور القيادات الشعبية والأمنية والدينية على مستوى مدينة أسوان. كان معكم من منطقة السيلة شرف عباس، القناة الثامنة، قناة طيبة.